اليوم البنات غنشارك معاكم واحد الكريم سحري كيمحي الكلف والاثار ديالو، ولو يكون الكلف ليه سنوات وسنوات في البشره ديالك، يعني الكلف المستعصي، تصبغات الجلديه، الاثار ديال الحبوب اللي كيبقى زرق، كيبقاو دوك الطبايح كيخسروا البشره وكيخسروا الوجه. اليوم هاد الوصفه اللي غادي نشارك معاكم ممتازه وغادي تجربوها وتشكروني عليها، سواء كنتو كتعانيو من الكلف ديال الولاده او لا ديال اي مشكل، كيف ما بغى يكون الكلف السبب ديالو اللي ادى الظهور ديالو في البشره ديالك. تابعي معايا الفيديو حتى الاخير وكنضمن ليك النتيجه غادي تكون هي بشره صافيه خاليه من اي مشكل من مشاكل البشره. هاد الوصفه اللي غادي نشارك معكم مجربه طبعا، كتعطي نتائج واضحه، ومن الاسبوع الاول كتبان لك النتيجه. فغادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير ديال هاد الوصفه. ما تنسونيش اخواتاتي من تشجيعاتكم، خليو ليا واحد اللايك باش كتشجعوني وكتدعموني وكندير مجهود كنجيب لكم وصفات ناجحه وفي المستوى. بالنسبه للوصفه ديالنا غادي نحتاجو فيها الاول مكون، هو داك عرق سوس ديال السنان. كتاخذوه من عند العطار، هو معروف عندنا يعني في المغرب يسمى بعرق سوس، يعني كنحكو به الاسنان ديالنا. هاد عرق سوس كيتباع عند العطار، هو معروف كنحكو به الاسنان، كيتباع موجود متوفر في اي عطار مشيتو عنده، اي عشاب مشيتو عنده غتلقاو عنده عرق سوس. غادي ناخذوه ونحكوه في الحكاكه، كتحكو واحد الكميه ديال ملعقه كبيره، كتضيفوا عليها ثلاثه المعالق ديال الماء كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، كديروا فواحد الكاسرونه وكتضيفوا عليه ثلاثه المعالق ديال الماء كبار، وغادي نديروا على النار متوسطه واحد ثلاثه دقائق هكا اربع دقائق، وكيكون واجد هانتوما كي كتشوفوا معايا كيغلي كيطلق بحال الكشكوشه يعني فوق البوطه. انا هنا راه حيدته من على النار وجيت باش قدام الكاميرا، فلهذا يعني ما بقاش واضح في التصوير، كيطلق بحال الكشكوشه ديك الساعه كتحيدوه. حنا دابا غنخليوه على جانب حتى يبرد وغنحضروا الوصفه المواليه او المكون الموالي. عندنا هنايا العرق ديال سكنجبير طري خضر طري، هاد العرق فيه بزاف ديال الدواء وفيه بزاف ديال المنفعه. اليوم غادي تشوفوا معايا الوصفه هذه ديال هاد العرق ديال سكنجبير، وغتشوفوا معايا الفوائد ديالو اللي سبحان الله فوائد عظيمه. فهو كيقضي على الكلف، كيقضي على التصبغات اللي كتكون في البشره والاثار ديال الحبوب واي طاش عندك يعني في البشره ديالك، تيقضي عليه كيوحد لك اللون ديال البشره ديالك. غادي نحكو هكا واحد الكميه، هانتوما كي غادي تشوفوا معايا تقريبا جوج معالق كبار ديال هاد العرق ديال سكنجبير محكوك. بالنسبه لهاد العرق هذا ديال سكنجبير البنات، راه تيتباع موجود كيف ما كتعرفوا، كيتباع عند العطار، راه الثمن ديالو مناسب جدا. صافي غنحكو هكا واحد الكميه هانتوما كي كتشوفوا معايا بهاد الشكل هذا. فهنا غنعطيكم واحد المعلومات على هاد العرق ديال سكنجبير. من بين الفوائد ديالو للوجه هو انه كيمنح البشره النضاره والحيويه والنعومه، تيأخر لنا من علامات ظهور التقدم في السن اللي هي علامات الشيخوخه المبكره، تيحيد لنا الخطوط يعني دوك اللي كيكونوا رقاق سواء في الجبهه او لا حول العينين او لا حول الفم، كينشط الدوره الدمويه، تيعطي التوريد للخدين، تيغذي البشره، تيعزز من امتصاص العمليه ديال امتصاص الفيتامينات الاساسيه، كينظف البشره، تينقيها، تيقلل من السموم المتراكمه في البشره، وتيقلل من خطر الاصابه بسرطان البشره. فعنده فوائد كيف ما قلت لكم اللي سبحان الله فوائد عظيمه وكثيره ومتعدده للبشره. غادي ناخذوا هاد الكميه اللي درنا هنايا وغنصفيوها كيف ما غتشوفوا معايا. فهنا انا درت لكم مرحله بمرحله باش تشوفوا معايا ان شاء الله جميع المراحل. غادي نصفيو هاد الشيء هذا في زيف يكون بيض ديال حياتي او لا اي حاجه تكون نقيه تصفيو فيها، دوز لكم غير داك الماء ديالو كيف ما كتشوفوا معايا هكا. حنا هنا عندنا الغرض غير بالماء ديالو، اما داك الشيء الاخر فغادي نعصروه صافي. غادي ناخذ الفوائد ديالو كلها اللي كاينه في هاد الماء غادي ناخذوها. دابا غادي ندوزو تشوفوا معايا داك العرق سوس اللي حكيناه وطبخناه في الماء، غادي ندوزو باش تشوفوا معايا كيفاش حتى هو غادي نصفيوه. فغادي نحط هذا على جانب
وغادي ندوزو باش نصفيو هذا، كنصفيو حتى هو بنفس الطريقة، نفس الطريقة اللي درنا لهذا غادي نديرو حتى للاخر. حيدت هادشي صافي، غادي نتخلصو منه. دابا كيف ما قلت لكم غادي ناخدو هذاك الماء اللي طبخنا فيه داك عرق صوص، حتى هو غادي نصفيوه بنفس الطريقه. بالنسبه للعرق صوص البنات، الفوائد ديالو هو انه تيعمل على تفتيح البشره، تيرطب البشره وكيغذيها، تيحمي البشره من اشعه الشمس، وتجدد الخلايا ديال البشره، تيعالج لنا الاثار ديال الحبوب والمشكل ديال الحبوب بالنسبه للبنات اللي فيهم الحبوب، تيحيد الحبوب وكيف تتح اللون ديال البشره. وهو يعني خيار انسب يعني لتبييض البشره ولتفتيح البشره. هادو هما الفوائد ديال العرق صوص. غادي نصفيو بهكذا. بالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه، ممكن تعملوا واحد الريسيرش يعني في جوجل على عرق صوص باش تطلع لكم الصوره ديالو وتشوفوا الشكل ديالو كيفاش داير. هنا غادي نخلطوا هاد جوج وصفات، هادو غنخلطوهم بجوج. هانتوما كي كتشوفوا معايا الريحه ديال هاد العرق ديال الزنجبيل طري، زوينه بزاف، يعني كتشموها زوينه، واحد الريحه ديالو ما عرفتش واش كتلاحظوها ولا لا. السكنجبيل اللي كيكون طري كتكون الريحه ديالو زوينه. دابا غادي ناخذوا نشا الذره البنات، كيف ما كتشوفوا معايا هذا نشا زهره الذره. غادي ناخذوا منه تقريبا واحد، هو كيبقى على حسب الخليط اللي غديروا، ولكن هنا نصيحه اللي نعطيها لكم وخصكم ضروري تردوا ليها البال، ما تكثروش النشا، لان الا كثرتوا النشا في هذه الوصفه هذه داك الكريم غيجيكم عاقد، غيجي غي داكشي غي بحال نقولوا حنا داكشي غادي يخسر ليكم، غيولي داك الكريم غيقصح يعني على النار غيقصح، ما غاديش يجي كريم، غير غدوا تخلطوا غيولي قاصح وغيتصلب. لهذا غديروا غير شويه النشا، ما تكتروش النشا بزاف، هانتوما كي كتشوفوا معايا، لان كل وحده غادا دير واحد القياس. لهذا انتبهوا للنشا، النشا كندوبوه هو الاول هنايا مع هذا الخليط قبل ما نديروه فوق النار باش ما كيديروش دوك الحبيبات داك النشا. كديروه في الخليط وهو بارد عاد باش غديروه فوق النار. غادي نديروه في واحد الكاسرونه وغنديه على النار، نار متوسطه مع التحريك المستمر دائما. ملي كنديروا شي حاجه فيها النشا كنحركوا ردوا البال، تنحركوا حتى كيولي الخليط بحال الكريمه. وغنرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله التتمه ديال التحضير ديال هذه الوصفه، فخليكم معايا وما تمشيو فينا البنات. المهم دابا انا رجعت معاكم، هذا هو الخليط. اما الا درنا النشا بزاف، كثرنا النشا فوق القياس، راه تيولي قاصح وغادي يخسر ليكم وغترميو الوصفه. لهذا ردوا ليها البال. صافي دابا غادي ناخذوا هنايا، غادي ناخذوا البنات هاد الكريم هذا. ممكن تضيفوا ليه زيت اللوز، وممكن تضيفوا اي زيت عندكم متوفر لكم. صراحه انا هنا البنات ضفت زيت اللوز الحلو، ولكن في المونتاج تقطعت لي هذيك الوصفه، يعني هذيك اللقطه ما انتبهتش ليها. المهم دابا عاد شفتها وانا كندير المونتاج. المهم غادي نقول عليكم باش ما نعاودش نتعذب ونعاود نقطع هذا الشيء، غادي ديروا زيت اللوز الحلو الى عندكم، او اي زيت كتستعملوه للبشره ديالكم غادي تستعملوه. يعني بحال هكا غادي تضيفوا زيت اللوز الحلو وغادي ديروه هكا في شي حك عندكم ديال شي كريم خاوي. هاد الوصفه كتبقاو ديروها بشكل يومي، تديروها في الثلاجه في شي حك يعني كتغلقوه، سهل الاستعمال. كتبقاو ديروها بشكل يومي على البشره ديالكم، تدهنوا البشره ديالكم مزيان، تخليوها 15 حتى 20 دقيقه، وتغسلي البشره ديالك بصابون طبيعي، صابون طبيعي اللي هو كتعرفوا انه مزيان للبشره، صابون المنجل او صابون اللي كنا كنعرفوه. صافي، كتبعوا عليها بشكل يومي مده اسبوع، غتبان لكم النتيجه. الكلف غيبدا كيتحيد، الاطراس ديال الحبوب غينقص شويه بشويه حتى ما يبقاش، يعني 3 ايام 4 ايام غيتحيد، البشره كتولي صافيه، كتولي فيها واحد النضاره. مهم وصفه غير ديروها وغتشوفوا النتيجه ديالها ممتازه. هذا الكريم كدهني به البشره ديالك كتشربوا، يعني كيمتص البشره كتمتصه
تيولي بحال هكذا، هانتوما راه كينشف، يعني بعد 2 دقائق كينشف، كتولي البشره ديالك عاديه. ولكن غسلي من مول 20 دقيقه البشره ديالك، رطبي بشرتك في الليل بشي زيت، سواء ديال الكوكو، زيت الكوكو، زيت اللوز، اي زيت عندك، وتبعي لهاد الوصفه. وضروري هاد الكريم يكون في الثلاجه، يكون محكم الاغلاق. وهادشي اللي كاين، الا بغيتو تسولوني شي حاجه احبابي مرحبا، خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. ونتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها وصفه زوينه بزاف بزاف بزاف، ونشارك معكم الوصفات الحصريه والمجربه مني شخصيا اللي كتعطي نتيجه مضمونه وفعاله. فنتمنى انكم توصلوا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، وفي امان الله ومع السلامه.